وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف مقدمة الطعن بعدم دستورية قانون الرعاية السكنية المحامية منى الأربش. بداية أستاذة منى، ماذا يعني قبول الطعن المقدم من قبلكم؟ نعم، السلام عليكم. نشكر تحت الفرصة لنا هذه المداخلة، وبداية أحب أشكر الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية وحملة إنصاف المرأة الكويتية لدعمهم لهذه الطعون. الطعن بداية المحكمة الدستورية أن تم تقديم طعن مباشر دستوري لها، يدفع على كل طعن 5000 دينار كفالة، وهذا الكفالة هذه لا تسترد في حال عدم قبول الطعن شكلا، وهذا ما تم اليوم. الطعن قبل شكلا لجديته وتوافر جميع الشروط الشكلية فيه. مثل ما نقول هو عنق الزجاجة بداية هذا الغرفة المشهورة اللي تم اليوم المرور منها، ثم يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع، وهذا ما تم في 5 أكتوبر سيتم بحث الموضوع. نعم. اليوم تم قبول أحد الطعون، احنا قد تقدمنا بثلاثة طعون دستورية مباشرة، طعنين آخرين سيستمر بحثهم في غرفة مشهورة يوم 23/5 بإذن الله. نعم أستاذة منى، يعني ما هي الدعوم التي استند عليها الطعن؟ بالطبع، أي طعن دستوري يجب أن يتم أن يكون سنده هو مخالفة القوانين القائمة واللوائح للنصوص الدستورية في الدستور الكويتي، وهذا ما تم عندنا قانون الرعاية السكنية ولائحته التنفيذية 31 لسنة 2016، فيها مخالفة صارخة لنصوص الدستور للعديد من النصوص الدستورية. لذلك احنا تقدمنا بهذا الطعن لرفع كافة أشكال التمييز بين المرأة الكويتية والرجل الكويتي بناء عليها. نعم، المحامية منى الأربش، شكرا جزيلا لكِ.